فضلك خلي حد يحطلك ورقة حتى لو خط ايدك. انت عارف يا ست بتحن انت عارف اني خط السعر اللي انت عايزاه بس لو انت تطلع ماشي يا حاجة يلا حطيهم على طول عشان احنا راجعين هتبص عليهم ماشي يا حاجة معالي الوزيرة في جولة. الجولة دي احنا مسؤولينها في اكتر من مركز. الحملة اللي احنا فيها دلوقتي داخل مدينة دمنهور وهناك حملات في نفس التوقيت في كفر الدوار وابو حمص والنتائج اللي احنا بنشوفها دلوقتي من احنا كل اللي بيهم المواطن هي السلع الغذائية والعيش السياحي والعيش الافرنجي. احنا مرينا على اكتر من مكان بس مش ده المأمول. احنا بنأمل ان الاسعار تنخفض شوية كمان. ليه؟ لانه احنا مرينا على سندوتشات فول والطعمية ما زالت الى حد ما غالية محتاجين انها تنزل شوية. اسعار السلع الغذائية يعني بنتكلم على الزيت والمكرونة والشاي لا الشاي مش نازل على استجابته قليلة منخفض اسعار معقولة ومناسبة للمواطن. الزيت نفس الكلام بس احنا نتيجة الجولة انه كل مأمور الضبط القضائي اللي موجودين معانا في الحملة بيعملوا مراجعة للبيانات والفواتير الموجودة في المحلات اللي احنا بصينا عليها وشفناها. في حال تبين ان هناك مخالفات سيتم تحرير محاضرة ويتم تحويلها للنيابة مباشرة. فانا باكد لحضراتكم ان دي مش هتبقى اخر جوله. احنا ننسق مع معالي المحافظ بحيث ان احنا نلف ال 15 مركز كلهم لكي ينضبط السوق والاسعار تنضبط وتبقى في متناول المواطن العادي.